نتائج الاستفتاء كانت زينة عندك ولا؟ زينة عندي بعد طبعا كنت شاكنيت عندك صارت تتعرف بروها والشعب كامل سارد نعم يقير الحملة اللي كانوا يعدلوها أنا هو القايلها لك وراني منهم أكثر يتم ديزابرانتي بوليتي تعرف أبرانتيان ما ينتكل عليهم الكاميون متدربين في السياسة ما هم شفت راجل يوقف في مهرجان ويخطب هو لو كان ما خطب عزيز ما يزرق أحد لو كان ما يتكلم عزيز ما يزرق رقاب أنا حضرت يوم إذا الوزير هون معدل مهرجان تصنتك يتكلم أنت معاه وكنت نصنت للناس ما مشات بشي من ذي القال وراجل يتكلم مهرجان ما نحلم كلام ارتفد كلامه وعد الدار لأنه ما نجح بمهمته وعد الدار أنت معاه يرتد على عقاب الرجل ماجر إنه بادني فو بوليتي واضح.